تفضلوا. شكرا السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة، السلام، الحمد لله بالسلامة والشفاء طهورا الحمد لله. كنشكروك لأنك يعني الشمعة اللي كتضوي هذه الحكومة من خلال التفاعل ديالك مع الأجوبة الكتابية اللي كنصيفطوا. جميع الأجوبة الكتابية اللي كنصيفطوا كنتلقاو الجواب عليها من وزارتكم. وزارات أخرى للأسف الشديد كيجاوبوا معطلين، وكاين اللي كنطرحوا عليه السؤال في الصيف تيجاوبنا حتى للشتاء، وكاين اللي كنطرحوا عليه في الشتاء كيجاوبنا حتى للصيف. هذا من جهه. فيما يخص المساطير في العالم القروي، الدوريه التي اصدرتم بشراكه مع السيد وزير الداخليه عبد الوفي الفتيت مشكورا وانتم، اعطت ثمارا جيده، ونحن كممارسين وكنعيشوها في العالم القروي. مازال ملاحظه بغينا نوصلوها لكم السيده الوزيره وهي مهمه جدا. فيما يخص الاجتماعات ديال التتبع اللي كتكون فيها الوكاله ممثله من طرفكم، خاصها تولي على مستوى القيادات وما تبقاش على مستوى الدوائر، هذا اللي جنادو. وشكرا.